مزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى بعد التحية، يعني كيف توضح لنا بأن هذه الصفقة هي مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري؟ مساء الخير لحضرتك طبعا ولكل المشاهدين. هو مشروع استثماري كبير ضخم ما بين الدولة المصرية والدولة الإماراتية، بيحقق يعني مزيد من التقدم للوضع الاقتصادي المصري. خلينا نوصف الأول يا فندم بعد إذن حضرتك شكل المشروع ده عبارة عن إيه، علشان كل جمهورنا الكريم يتضح الأمور اللي هو يعني شكل المشروع ده عبارة عن إيه. المشروع ده عبارة عن شراكة مصرية إماراتية، شركة عالمية ممثلة في هيئة أبو ظبي، بتستثمر في مدينة عملاقة بتسمى رأس الحكمة. بتحصل مصر من الشراكة دي على جزء مقدم من المال بيقدر ب 35 مليار دولار، وتحصل على تقريبا نفس النسبة من الأرباح، 35% من الأرباح. تمام. المشروع ده إن شاء الله بيحقق تقريبا على مدار السنوات اللي هي من بداية التشغيل يعني مستوى ربحي أو مستوى تشغيلي أو مستوى إيرادي يعني بيقدر بحوالي 150 مليار دولار. ده ليه عدد من أهم الردود للاقتصاد المصري. أولا إن هيكون في ضخ أموال داخل الجهاز المصرفي، يعني الشركة دي أو الشراكة دي هيحطوا أموال داخل البنك المركزي. تمام. ده جانب. الجانب الثاني هيكون في استثمارات خلال الفترة اللي جاية تهيئ لزيادة التشغيل، زيادة جذب فرص عمل، زيادة النهاردة التوطين والتشغيل في مدينة بالكامل، مدينة يعني زي مدينة الإسكندرية، زي مدينة العالمين. فده هيكون تطور عمراني كبير يقدر يكون يعني لمستقبل الدولة المصرية وفق التخطيط اللي كان محطوط 2053. تمام. طيب يعني سؤالي يتعلق بكيف تعكس هذه الصفقة الثقة في الاقتصاد المصري، وسؤال بشكل آخر، هل هذه الصفقة ونجاح مصر في تنفيذ هذه الصفقة قد تجذب صفقات من نوع آخر لاستثمار أجنبي مباشر إلى داخل مصر؟ طب خلينا الشق الأولاني من سؤال حضرتك، هل يجذب الاستثمار ده الثقة؟ بكل تأكيد، لأن النهاردة العالم كله هيضع أنظاره حوالين كيفية دخول استثمارات مباشرة، استثمارات استراتيجية بهذا الحجم الكبير في دخولها للدولة المصرية، واللي هي تستثمر على هذا المدى الطويل. معنى هذا أن هناك ثقة في الدولة المصرية، ثقة في الاقتصاد المصري. بكل تأكيد، ثقة يا فندم في القيادة السياسية، ثقة في المجتمع المصري، ثقة في الاستقرار المجتمعي، لأن المستثمر يا فندم النهاردة مش بيبحث بس على دخول أموال، ده بيبحث عن شراكة طويلة المدى بالثلاثين والأربعين والخمسين سنة. فمش هيحط فلوسه النهاردة إلا ما هو ضامن استردادها فلوسه بأرباحها كمان. ده بالشق الأولاني من سؤال حضرتك بالنسبة للثقة. خلينا نقول كمان أن الثقة دي بيكون بيعمل عليها الطرف الآخر اللي هو المستثمر أو الشريك الاستراتيجي ده، أن هو يجذب معه مستثمرين تانيين علشان يهيئوا لزيادة التنمية والعمران وزيادة التصنيع داخل هذه المنطقة. يمكن زي حضرتك تعلم دولة رئيس الوزراء قال ده مش يعني مش مدينة سكنية فقط، لا، دي مدينة متكاملة فيها القطاع السياحي والقطاع الصناعي والقطاع السكني والقطاع الترفيهي، وممكن تجذب قرب 8 مليون سايح أجنبي. فده كل ده ثقة. خلاف ده فندم النهاردة أكيد هيكون في تفكير من المؤسسات الخارجية في إعادة الثقة لمرة تانية للاقتصاد المصري في دخولها الاستثمارات، ممكن مشروعات أخرى، مشروعات صناعية أو زراعية أو مشابه لذلك. الأمر الآخر كمان إن ده بيبعث برسالة للعالم الخارجي إن الحمد لله مصر مستقرة، فده بيدي كمان طمأنينة لكل المستثمرين. بالنسبة لحضرتك بتقولي على الصفقة النهاردة، الصفقة دي بالنسبة للدولة المصرية لها العديد من الأبعاد. دي شراكة فندم، عبارة عن شراكة ما بين شركة وشركة أخرى، علشان كده اللي مضت عليها هيئة المجتمعات العمرانية النهاردة مع هيئة أبو ظبي. فده تصور كبير جدا ان في استثمارات ممكن تخش النهارده في قطاعات وانشطه اخرى، زي ما دوله رئيس الوزراء قال دي مرحله او بدايه
ممكن هيقوم عليها مراحل أخرى باستثمارات تانية تقدر تضيف للوضع الاقتصادي المصري. عايز أقول لسيادتك النهاردة خبر ولسه حالا كمان ابتدى يكون في اضطراب كبير جدا في السوق السوداء، وطبعا ده من يعني منذ أيام بعد إعلان هذا الخبر الهام من دولة رئيس الوزراء بهذا المشروع الكبير، وده اللي هيكون ليه مردود أيضا على السلع الاستراتيجية والسلع الاستهلاكية. وهتلاقي حضرتك النهاردة طالما ضخت أموال في شيكون في مخزون في المواني أو في تكدسات في المواني، لأن هيتم الإفراج على كثير من السلع المخزونة أو هيكون في انفراجة كبير، فهتلاقي مستوى الأسعار ليها مردود خلال اليومين الجايين التلاتة، هيبتدي في انخفاض كبير في مستويات الأسعار علشان الناس تبتدي تكون قادرة على استيعاب الاستيراد مرة تانية. فضل طيب أنا يعني كنت أريد توضيحا أكثر فيما يتعلق بأن هذه الصفقة الكبيرة والتي أشرنا إلى أنها تعكس ثقة في الدولة المصرية وفي الإدارة المصرية، هل ستفتح شهية الاستثمار الأجنبي لاستثمارات بشكل آخر في الداخل المصري؟ ما توقعاتك، ما نوع الاستثمارات التي قد تجذبها مثل هذه الصفقة إلى الداخل المصري فيما يتعلق بين هلالين بالاستثمار الأجنبي؟ شوف خليني أقول لحضرتك، صفقات زي دي بيكون في أطراف أخرى بتعمل على كيفية دخول الاستثمار اللي هو بيسميه يعني الموازي لهذه الأمور. يعني ممكن حضرتك النهاردة مشروع زي ده بيحتاج مصانع للحديد، بيحتاج مصانع للأسمنت، بيحتاج عمالة، بيحتاج النهاردة مصانع للأخشاب، بيحتاج النهاردة مصانع يعني للشركات المصانع المصرية هتشتغل في هذا الأمر بكل تأكيد. شوف حضرتك الأمر بمنتهى البساطة خالص، هذا الأمر النهاردة بيتطلب شركات أجنبية، سواء بقى لما هيكون في مصانع النهاردة مصانع أخرى داخل هي مدينة رأس الحكمة، ممكن تفتح مجال لمصانع بتروكيماويات، لصيد السمك، لليخوت، لصناعة المراكب، لإدارة الفنادق، هتلاقي ممكن حضرتك تلاقي فيه جامعات، ممكن تلاقي فيه مدارس. كل ده النهاردة حضرتك، كل الأنشطة دي النهاردة بتعود على المواطن البسيط والمواطن اللي زي وزي كل الناس النهاردة بتحسن في مستوى الدخل، بتحسن في مستوى المعيشة، بتحسن في مستوى النهاردة جذب عمالة النهاردة تقدر تشتغل وتنمي المجتمع المصري. طيب نحن نتحدث مبدئيا عن توقعات ب 8 مليون سائح يدخلون إلى هذه المنطقة، وزيادة عدد السياح قد تصل إلى على مستوى مصر كلها إلى 40 أو 50 مليون حسب ما تخطط له الدولة. ماذا يعني وجود 8 مليون سائح من دخول ضخ مستمر للعملة الأجنبية، ضمان أن يكون هناك ضخ مستمر للعملة الأجنبية الصعبة داخل الاقتصاد المصري؟ شوف يا فندم، الدراسة اللي قامت بيها الجهتين اللي هم المنفذتين للمشروع بتتوقع ان يكون في حوالي 8 مليون سايح. يعني بالتأكيد هم قاموا على دراسة بناء عدد من الغرف يستوعب هذا الحجم من السياحة خلال كل موسم. يعني 8 مليون سايح دول تقريبا بيحتاجوا مثلا 200-300 ألف غرفة خلال الموسم أو السنة أو الفترة اللي هو بيتوقعها أصحاب المشروع أو الشراكة دي، فبيبني عليها توقعه ان ممكن يجذب 8 مليون سايح. خاصة ما تنساش حضرتك ان التغيرات المناخية النهاردة بتستدعي ان في كثير ما بيسمى بالهجرة من الاتحاد الاوروبي حوالين دول عدة في جنوب البحر المتوسط اللي هو جنوب اوروبا يعني، فبيلجأوا للدولة المصرية، فممكن ما يكونش فيه فوائد من الغرف لاستيعاب هذه الهجرة الموسمية. يعني الأجانب دول لما يقدروا يجوا عندك النهاردة ويكون ليهم أماكن ما يعني تستوعب الهجرة دي كسياحة وكتوطين وكتشغيل، هيكون ده بالنسبة لهم نقطة التقاء حوالين يعني التوطين أو إن هم يكونوا موجودين في مصر. ما تنساش حضرتك النهاردة كمان إن دولة الإمارات الشقيقة لها الريادة الكبيرة جدا في جذب السياحة. السنة اللي فاتت يا فندم في 2023 زار الإمارات أكثر من 90 مليون سايح، فده في عندهم تصور ورؤية إن إزاي تنقل التصور والفكرة دي لدخولها للدولة المصرية، خاصة إن إحنا النهارده كمان بنرحب بالسياحة، بنرحب إن يكون في عندنا استثمارات، بنرحب إن عندنا ما بيسمى بالرخصة الذهبية. صحيح إحنا بنطلب أكتر من ذلك، أيوه إحنا بنطلب إن يكون بدل عندنا مشروع زي ده 10 و20 و30. هذا الأمر يا فندم بيكون مردود على المواطن المصري. أخيرا ما تنساش نقطة في غاية الأهمية،
لما يكون في مدينة زي كده أكيد علشان الزيادة السكانية اللي هي للأسف كبيرة جدا غير متواكبة مع معدلات النمو ده هتستوعب جزء من المواطنين، لأن طالما النهاردة هتربط اسكندرية لغاية مرسى مطروح وأبعد من ذلك كل ده توطين للناس. إحنا الحمد لله بنزيد تقريبا 2.5 مليون نسمة كل سنة، فده الحمد لله توسع عمراني بتخطيط جيد بفكرة جيدة بتطبق على أرض الواقع. يمكن هذا ما أشار إليه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن الدولة المصرية تحتاج كل عام إلى توفير مليون فرصة عمل، وأن هذه المشروعات الكبيرة هي الدولة في حاجة إليها لتوفير مثل هذه فرص العمل. بالأرقام كده يا دكتور مصطفى، حينما نتحدث عن ملايين فرص العمل ستوفرها هذه الشراكة ما بين مصر والإمارات فيما يتعلق بمنطقة رأس الحكمة، ما مدلول أو انعكاسات ذلك على عجلة الاقتصاد المصري؟ خليني أقول لحضرتك، الدولة بتحاول إنها تهيئ أوضاع الاستثمارية كلها بالكامل وتسخر جهودها علشان تكون قادرة على فتح منافذ للتوظيف. الدولة لازم بتكون ليها رؤية في خلق فرص عمل قرب المليون وظيفة كل سنة. تخيل حضرتك كل سنة مليون وظيفة. الوظيفة النهاردة عشان يبقى كل مشاهدينا الكرام متابعينا، علشان تهيئ وظيفة واحدة لمواطن تقريبا تقديرها المالي 100,000 جنيه، ده كم من 3 سنين. فالنهاردة علشان تهيئ فرصة عمل لمليون واحد فأنت محتاج لأرقام كبيرة جدا. هي دي الترجمة لوجود مشروع زي اللي انت بتشوفه النهاردة. مصر بتجذب مشروع استثماري كبير في مليارات العملة الأجنبية، في منها المليارات اللي ممكن تحقق خلال السنوات الجاية، يبقى ده هيوفر ملايين فرص العمل على مدار 10-15 سنة. دي الأطروحة أو الفكرة اللي بيتبناها الرئيس دايما جوه مشروعه القومي لتنمية مصر. هيئ البنية الاستثمارية، هيئ البنية التحتية، افتح أماكن للتوطين وللتسكين، هيجيلك المستثمر النهاردة وهيكون مرحب بيه. خلي بالنا في نقطة مهمة، المستثمر دايما عايز يخش مجتمع، المجتمع ده بيحقق تنمية مستدامة. تنمية مستدامة يا فندم خلاف النمو، التنمية المستدامة دي اللي هي بتكون لعشرات السنين. أي مستثمر بيبص كده في تنمية عند الدولة دي، الدولة دي بتنمو، خلاف التنمية بتاعتها أيوة. علشان كده المستثمر بيبقى مسترضي ان هو يخش لأي مشروع قومي يقدر يحقق من وراءه أرباح تعود على اللي هو مصدر المشروع من الأساس يا فندم. طيب دكتور مصطفى، كخبير اقتصادي، كيف ستحقق هذه الصفقة انفراجة في التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها الدولة المصرية في ظل بالتأكيد التحديات الاقتصادية العالمية واللي بتلقي بتبعاتها على كل دول العالم؟ طب خلينا نقول الأول يا فندم بعد إذنك، الوضع الاقتصادي العالمي للأسف متأزم وهيفضل متأزم، فإن إحنا النهاردة نقتنص فرصة أو إن إحنا نقدر نكون جاذبين لفرصة استثمارية فده بيدل على شجاعة كبيرة جدا وفعلا يعني تفكير كبير وقدرة من الدولة المصرية ومن القيادة السياسية في دفع هذا يعني المشروع لدخوله لمصر. تحقيق انفراجة طبعا هيكون تحقيق انفراجة. ليه؟ لأن طبعا النهاردة في هدفين من ضخ الأموال اللي هم حوالي 35 مليار. أولا دول هيتراجعوا من الدين الخارجي بتاعك على طول كده من الدولة المصرية. صحيح. اتنين دول هتكون سيولة هتخش البنك المركزي هيتم ترجمتها بالجنيه المصري، يعني هيتم سعر الصرف بالجنيه المصري. طيب. فمش هيحملنا أعباء مالية أخرى، ده هيزود من انفراجة تقدر البنوك النهاردة تستورد أو المستوردين يستوردوا كل المستلزمات الإنتاج اللي هم عايزينها. فهتحصل انفراجة في الأسواق تؤدي لانخفاض مستويات الأسعار فتقلل من معدلات التضخم الكبيرة ونسيطر على جزء كبير جدا من التضخم. تقدر خلال فترة قادمة، معلش تاني، خلال فترة قادمة تخفيض سعر الفايدة. يعني انت عارف حضرتك النهاردة سعر الفايدة في البنوك بقى كبير، واضطر بقى البنوك تخفض أسعار الفايدة علشان تدي استثمارات، وده يدي نتيجة إيجابية في الاستثمار. ما انت لما تخفض سعر الفايدة هيبتدي الناس تقترض أكتر، هتبتدي الناس تشتغل أكتر، وده هيحجم التضخم. هياخد فترة طويلة، طبعا فترة ممكن 6 شهور 7 شهور، ده بنسميه احنا فترة قصيرة الأجل يا فندم. تمام. وطبعا ان شاء الله يا رب مع انتهاء الحروب، مع انتهاء أزمة غزة، هتكون الدولة المصرية قادرة تاني على يعني اجتياز الصعوبات اللي حضرتك شايفها
وتكون الامور دي لها مردود على اشقائنا كمان في المنطقه، اتمنى لهم السلامه. تاكيد الدوله المصريه بشعبها قادر على اجتياز اي من الصعوبات. يعني رئيس الوزراء اكد ايضا ان هذه الصفقه هي بدايه لصفقات جديده وفتح انطلاق للاقتصاد المصري. يعني هل لك ان توضح او تشرح لنا هذا الامر بالتفصيل بتفصيل اكثر؟ شوف يا فندم، الدولة أنا في اعتقادي وأنا يعني من أخصائي الاستثمار والتمويل، الدولة بتضع عبارة عن روشتة متكاملة في خيفية التنفيذ خلال العشرين ثلاثين سنة، ويمكن السيد الرئيس تحدث في هذا الأمر أكثر من مرة. علشان كده زي ما دولة رئيس الوزراء شرح إن لما بيكون في تخطيط استراتيجي مثلا للنقل بيبقى يتبعه تخطيط استراتيجي للتنمية العمرانية وأيضا للتوطين وللتسكين لكل المناطق والاستقلال حتى للزراعة وللصناعة. زي ما حضرتك بتشوف كده النهاردة الصفقة اللي هي يعني كانت في تنفيذ المخطط الاستراتيجي، إن لما بيكون مد القطار السريع أو المونوريل أو إن بيهيئوا الطرق علشان تصل لمدينة جديدة اسمها رأس الحكمة، علشان تصل النهاردة المدن ما بينها وما بين بعضها سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط أو حتى في جنوب الصعيد، علشان الناس ما تفتكرش إن المشروع ده جاي مثلا لساحل البحر المتوسط فهو عبارة عن سياحة. هذا أمر يعني غير دقيق، لأن ده عبارة عن تشغيل لمصانع وشركات وإسكان وتنمية عمرانية. فالدولة لما بتحط يا فندم الأطر لتنفيذ مشروعات بتعمل لها ربط تنفيذي علشان تحقق من دراسة الجدوى أقصى استفادة. ولكن طبعا لا يخفى على حضرتك وكل مشاهدينا الصدمات الاقتصادية الخارجية هي اللي كانت مأثرة علينا تأثير كبير. يعني كنا ليس لنا داعي أو سبب في أزمة كورونا ولا سلاسل الإمداد ولا ارتفاع أسعار البترول في العالم ولا حتى الحرب الروسية الأوكرانية اللي أثرت علينا في أسعار المحاصيل الزراعية. كل ده لازم يؤخذ في الاعتبار، ولا الحرب الشعواء اللي قايمة بها إسرائيل على المواطنين في غزة برضو ليس لنا دخل، ولكن لقدرة مصر وصلابتها وطبعا ريادتها في المنطقة بتتحمل أعباء الدول وبعض من يعني الأحداث سواء في العالمية أو المحلية. النهارده حضرتك عشان تعلم جيدا او كل مشاهدينا يعلموا جيدا، لما بيكون عندك تقريبا 10 مليون مواطن مستضيفهم في مصر ده عبء على الموازنه العامه للدوله. ومصر لن تتحدث او لن تكل او لن تمل او لن يعني تؤتي اي من الامور هذا يعني الصعوبات. ولكن دعني اقول لحضرتك ولكل الناس دايما، كل ما بقول المر هيمر، يعني كل ما الامور بقت مر فيها مروره بتمر على المجتمعات والدول بتماسكها بتفهمها لهذه الامور ولتوعيتها بهذا الامر. طب دكتور مصطفى، يعني الملاحظ ان الحكومه تسعى لايجاد بدائل عن طرح الاصول من خلال الاستثمار المباشر، كيف ترى تلك الخطوه؟ خلينا نقول ما فيش استثمار في العالم يا فندم الا لازم يكون ليه دافع وتمويل وجذب تكنولوجيا وجذب صناعه وجذب يد عامله. فعلشان كده النهاردة الحكومة بتسعى إن هي تجذب استثمارات مباشرة للطروحات الجديدة، بتجذب استثمارات لتشكيل شركات وصياغة جديدة، منها مثلا الصندوق السيادي عندنا في مصر بيحاول يخش في الشراكات ومشروعات الجديدة علشان يحصل تنمية. النهاردة خليني أذكر مع حضرتك ما قاله دولة رئيس الوزراء وأكد عليه بدل المرة اتنين ويكرر الكلام الذي تفضل به السيد الرئيس. العام ده عام للصحة والتعليم، ويعني بيهيئوا الدولة لكيفية زيادة التحسن في قدرات الدولة من الصحة ومن التعليم، لأن حياة الناس النهاردة فعلا بعد تحملهم الأعباء المالية والصعوبات بيحتاجوا فعلا أن يكون عندهم قدرة تعليمية لأبنائهم تكون مغيرة للواقع العالمي. أنت النهاردة حضرتك العالم كله بيطلب منا عمالة، عمالة حرفية وماهرة وليس للأسف من اللي هي النمطية، مش عايز عامل نمطي خلاص ولا موظف نمطي، عايز عامل محترف يجتذبه في الأسواق الأوروبية أو الأمريكية. وأيضا على الجانب الآخر أن يكون لهم من الصحة والقدرة البدنية التي تتحمل بها المشقة في العمل خارج في الدول الأخرى. هذا هو التصور اللي أكد عليه دولة رئيس الوزراء تكرارا من كلام السيد الرئيس. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.